انت بتعمل هنا ايه يا طارق؟ عندي ليك مفاجأة. لقيت فريدة. طب يلا بينا نروح نجيبها. بس عايز اتكلم معاكي في حاجة الأول قبل ما نروح لها. طارق، انت طلبت مني تعوضني وانا وافقت. مفيش بينا كلام اكتر من كده. ترى انا عمري ما هنسالك الجميل انك انت ساعدتني الاقي فريده، وهفضل ممتنه ليك طول العمر، لكن اكتر من كده مش هيكون. ممكن تقولي فريده فين؟ معلش اعذريني، دي اجراءات حمايه للولاد. بالعكس، انا احترمت فيكي جدا انك انت طلبتي مني الاوراق دي يعني، وكنت اتضايقت لو انت ما كنتيش اتاكدتي ان انا مامه فريده، يعني كنت اكيد نقلتها حضانه تانية. بس الواحد ازاي يقدر يامن لولاده حضانه تقدر تسلم الولاد لاي حد كده؟ صعب يعني. اتفضلي معايا. اتفضل. معلش اصل لسه راجعه من السفر. الحمد لله على السلامة. يلا بينا قولي باي لاصحابك. باي باي. باي باي. هاتي ايدك. يلا بينا يلا بينا. يلا فرفوري. صباح الخير. صباح النور. فطرتوا؟ لسه. طب صحيتوا؟ برضه لسه. طيب تعالوا انا جايبه لكم فطار ملوك يستاهل حقكم، بس يلا قوموا يا بنات. صح يا علي. ماشي. انا صحيت. تمام. تعالى بقى افطر كده وفوق لي عشان نتحاسب يا معلم. يلا. نتحاسب؟ اه. نتحاسب على ايه؟ نتحاسب على البضاعة القديمة عشان تاخد غيرها. لا انت استني بقى اما اصطبح وافوق لك. ماشي. ازاي تدولها البنت من غير ما تقولولي؟ حضرتك دي مامتها. انا اللي مدخلها الحضانه دي، انا اللي بجيبها وانا اللي برجعها. عمركم شفتوا مامتها؟ بس هي كان معاها شهاده ميلاد فريده، والبيانات الموجوده في بطاقه الام مطابقه للبيانات الموجوده في الشهاده. فريده معايا، عايشه معايا انا. ما اظنش حضرتك وقت التقديم قدمت لنا اي اوراق رسميه تثبت حضانه البنت ليك، وكمان ما اقدرش احرم ام بنتها الا لو في حكم محكمه بده. فريده فين؟ نايمه. انت ازاي تاخديها بالطريقه دي؟ انا خدتها بنفس الطريقه اللي انت خدتها بيها. اقعدي حياتك، في حاجات كتير لازم نتكلم فيها. وانا مش عايز اتكلم في حاجه. على فكره مش مهم انت عايز ايه دلوقتي. ايه هتخليني اتكلم غصب عني ولا ايه؟ خلاص بلاش تتكلم، بس على الاقل اسمع. اتفضل. ما ينفعش تعيش وتاخد قرارات من غير ما تقول للناس اللي حواليك، كانك عايش في الدنيا دي لوحدك. مريم المفروض الكلام ده تقوليه لنفسك مش ليا. ما ينفعش تعيش حياتك وانت واخده قرار انك ما تقوليش للناس عن نفسك غير الحاجه اللي انت عايزه تقوليها. الموضوع مش زي ما انت ما بتقول، بس نفترض ان انا خبيت عنك ان انا كنت مدمنه. انت دفعتني الثمن خلاص، وتخليت عني في اكتر وقت كنت محتاجه لك فيه. انا اتخليت عنك يا مريم. خلاص يا سيدي بلاش نقول اتخليت عني، سبتني. انا مريم ندى دفعت الثمن ان انا كنت مدمنه ولقيت نفسي فجاه لوحدي، لكن فريدة حاتم ذنبها ان هي تدفع الثمن. فريدة ما لهاش ذنب في الحياة غير انك كنت معها. ماشي. انا ممكن افهم ان انت مش شايف ان انا الام المثالية، وممكن افهم برضو ان انا ما ينفعش اكون ام اصلا، بس اللي مش قادر افهمه انت ازاي قادر تحرم البنت من مامتها وهي عايشة. انت لسه صغيرة قوي يا حاتم، لسه صغيرة قوي ومحتاجاني.
زي ما انت عايزاها معاكي انا كمان عايزها. يا حاتم انا مش عايزاها عند، انا عايزاها في حضني عشان هي محتاجاني، علشان هي. انت كمان عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. انتوا غيرتوا الكالون ولا ايه؟ ما هو من عمايلك يا علي. علي معلش ثانيه واحده بس، ماما بجد خلاص على اخرها، فلو سمحت بعد اذنك ما تاخدش معاك اي حاجه من البيت وانت ماشي المره دي. ما تقلقيش انا اصلا مش ماشي المره دي. عايز ايه يا علي؟ ما فاضلش حاجة تاخدها. أنا مش جاية عشان آخد حاجة يا أمي. أنا جاية علشان نلحق نفسي. أنا خلاص قررت. هبطل. بس عشان أبطل لازم أبعد عن كل الناس. لازم أبعد عن أي مكان فيه مخدرات أو ضرب. ومفيش مكان بعيد عن كل ده إلا هنا في حضنك. خايفة أصدقك، عارفاك هتطلعني لسابع سما وتنزلني على جذور رقبتي لسابع أرض. لا 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 يا أمي لا، صدقيني المرة دي صدقيني، جربي. طيب أنا مش هخرج من البيت خالص، أنا قاعد في البيت لحد ما تتأكدي إن أنا بطلت. تصدقيني؟ يا ريت يا علي، يا ريت. ايه العيش ده يا علي؟ جعان يا امي، ما باكلش، جعان. رد واخدي منه العيش. لا 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 ملوش لازمه، انا هاكل لقمتين كده في السريع وانام، تعبان بس يعني. تصبح على خير. وانت من اهله. تصدقيني ها؟ شريف تشربوا ايه؟ انا عايز قهوه يا سلمى. وانا كمان عايز قهوه يا سلمى. بص انت كان عندك حق، انا قفلت موضوع طارق ده وعمره ما هيتفتح تاني ابدا. والنبي ما تشيل مني بقى. مش شايل. يا سلام، ومالك بتقولها كده من وراء قلبك؟ ما تفرد وشك بقى. طب والله العظيم لو ما فردتش وشك هجيب لك فريده من جوه وهي هتلخبط لك على وشك. لا وعلى ايه؟ الكلام اللي انا قلته المره اللي فاتت هو اللي كان من ورا قلبي. احنا ملناش غير بعض، ومحدش هيخاف علينا اكتر من ان احنا هنخاف على بعض.
ربنا يخليك ليا انا وفريد. ما تفرد وشك بقى. الله افرد وشك. افرد وشك. بس 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 هاتي النسكافيه يا سلمى ولا القهوه.